اهلا بحضراتكم من جديد. برحب بضيوف النهارده، ثلاثه من نجوم فريق الشباب اللي ظهروا بمستوى رائع خلال الفتره السابقه، واحنا بنذيع مباريات على الهواء مباشره هنا على شاشه قناه النادي الاهلي لفتوا الى انظار. خلينا نبتدي الاول بسمير محمد. منورنا سمير. نورك كابتن اسامه، اخبارك ايه؟ كلكم عام والله الحمد لله. ايضا لاعب شباب النادي الاهلي محمد وائل. منورنا محمد. يا كابتن اسامه، منور حضرتك والله، وانا سعيد النهارده اللي مع حضرتك، وان شاء الله نعمل حلقه كويسه وترضي الجمهور باذن الله وتعجب الناس باذن الله. ايضا واحد من اهداف الفريق المهاجم علي نادر. منورنا كابتن علي. نورك كابتن، تشرف ليا ان انا ابقى موجود النهارده. اول مره معانا في قناه الاهلي. المره دي اول مره لينا على قناه النادي الاهلي. انتم منورينا النهارده يا حبيبي يا كابتن، ربنا يخليكم. ان شاء الله ما تبقاش اخر مره باذن الله. ان شاء الله. خلينا نبتدي الاول بسمير، يعني عايزك تعرف الناس بيك يا سمير، مركزك في الملعب، بقالك كام سنه في النادي الاهلي؟ يعني انا من 2019 وانا في النادي الاهلي، بقالي كده 6 سنين. انا راس حربه مهاجم، انضميت كنت بلعب في نادي طنطا، بعد كده انضميت 2019 انضميت للنادي الاهلي. يعني النادي الاهلي اشتراني، كان كابتن محمود الخطيب هو اللي خلص الصفقه دي بتليفون مع استاذ فايز عريبي. يعني الفتره دي كانت فضلنا كده، كان النادي طنطا مش موافق وكلام من ده، وبعد كده خلصت بتليفون بكابتن محمود الخطيب وخلصت. يعني طب مين اللي شافك في طنطا ورشحك للنادي الاهلي؟ كابتن احمد سمير. يعني كابتن احمد سمير من الناس اللي ليها فضل عليا كبير بعد ربنا، هو اللي شافني في طنطا. كان اخدت هداف في الدوري 3 سنين ورا بعض في طنطا، فهو شافني، وبعد كده رحت النادي الاهلي. كان ساعتها كابتن عادل مصطفى هو اللي كان موجود، ففضلت معاه حوالي شهر كده في النادي الاهلي. في النادي الاهلي، بعد كده قال يعني لازم يبقى موجود معايا يعني. بعد كده الحمد لله المفاوضات بقى كانت ما بين النادي الاهلي وما بين نادي طنطا، قعدت فتره طويله شويه، بس خلصت في اخر يوم بمكالمه بين كابتن محمود الخطيب، وده شرف ليا ان انا ابقى في النادي الاهلي بمكالمه من كابتن محمود الخطيب، يعني شرف كبير ليا طبعا. تمام. محمد وائل، مركزك برضو، ويعني ازاي انضميت للنادي الاهلي؟ انا والله يا كابتن، اول نادي لعبت فيه هو النادي الاهلي، وده طبعا شرف ليا الحمد لله، نعمه بحمد ربنا عليها. كان عن طريق الاختبارات، كنت رحت جبت الاستماره، كانت اياميها رخيصه جدا ب 5 جنيه لسه من زمان، من حوالي 12 سنه. يا عم ده كان بداية. انت عارف كانت ايامي بكام لما اختبرت؟ كانت ب 2 جنيه. 5 جنيه ده بقت زادت يعني. والحمد لله ربنا كرمني وحالفني التوفيق، وكان من اول اختبار كان الكابتن احمد سراج، بشكره طبعا، هو اللي اختارني وعلى طول انضميت يعني للفريق في قطاع الناشئين، والحمد لله ربنا كرمني بقالي 12 سنه معاهم. مركزك عشان الناس تعرف برضه. انا مركزي باك رايت، المفروض المركزي الاساسي كنت بلعب 8، بس الكابتن محمد شرف وظفني في الباك رايت، والحمد لله ربنا كرمني وموفق فيها يعني الحمد لله. مهم اللعيب يلعب في كذا مركز، يعني بنشوفك باك رايت، المباراه اللي فاتت اللي احنا بنذاع لعبت وينج رايت، كنت بتلعب 8، مهم يبقى في تنوع فده اللعيب. اكيد طبعا، كان الكابتن شرف بيكلمني في النقطه دي كتير، المرونه التكتيكيه في الملعب بتفرق كتير، حتى هتفيدني فيما بعد ان شاء الله لما يكون في فرصه في الدرجه الاولى في اي مكان. ما انت في النادي الاهلي مش هتقول لا، زي ما المكان هتتحط فيه هتلعب فيه، واكيد توفيق ربنا يعني وتعبك هتأدي فيه. تمام. علي نادر، نفس الحكايه، نفس الحكايه، مركزك وازاي انضميت للنادي الاهلي؟ انا بلعب هاف ليفت وهاف رايت وفيرود، يعني الفرق الثاني كمان في يعني كل الخطوط الاماميه. بالظبط كده. وجيت النادي عن طريق الاختبارات، وكان في برضه يعني السنه اللي قبل اللي فاتت كان اخر ماتش لينا، كنت في الجونه، نادي الجونه. وكان اخر ماتش لينا مع النادي الاهلي، وبعد الماتش كان في كلام من كابتن سيد غريب ان انا المفروض اجي اعمل فتره الاعداد مع الفرقه. اديت بشكل كويس قدام النادي الاهلي؟ بشكل كويس، الحمد لله. وجيت الصيف اللي قبل اللي فات اتمرنت مع الفرقه، وعديت مراحل الاختبارات الحمد لله كويس، واتقيدت مع 2001 السنه اللي فاتت، كنتش مع 2003، والسنه دي كنت مع 2003، يعني اتقيدت الحمد لله مع 2003. شكلك هادي خارج الملعب، لكن جوه الملعب ما شاء الله شرس، بتحاول في كل كوره، والمباراه اللي فاتت شايفك ما شاء الله جايب هدف كمان، يعني ناطط اعلى من الجون ومسجل، كان هدف حلو الهدف بعد تاخر الاهلي امام بتروجيت، يعني ده كان سبب عوده النادي الاهلي مره اخرى. يعني الحمد لله انا جوه الملعب غير بره الملعب خالص، يعني جوه الملعب ابقى قاعد، يعني كنت نزلت انا ما بين الشوطين الحمد لله، واديت بشكل كويس، وانا عارف ان انا داخل عندي كل الدوافع ان انا العب. بص، مخرجنا على طول في ثواني جاب لنا الهدف، لا ده الهدف الثاني بتاع سمير محب. هدف حلو المتابعه من الثنائي اللي قاعد قدام محمد وائل، الثلاثي، انا اللي علي نادر هو اللي بصاها لمحمد وائل، ومحمد وائل عرضيه
لسمير محمد، يعني ده كان الهدف الثاني للنادي الاهلي. ده الهدف الاول بتاع علي نادر صح؟ ده هدف حلو. هدف حلو ده اللي فتح ورجع لكم المباراه. زي ما بقول لك انت يعني بره الملعب هادي بس جوه الملعب حاجه ثانيه خالص. ده لا هي كانت ركله جزاء في الاول لكن الحكم ادى فيها استمراريه بتاعت فرصه الهدف. كم هدف دلوقتي يا سمير؟ كان 10 اهداف اهو. 10 اهداف؟ وعامل 4 اسيستات وجاب بلانتين. ما شاء الله بتنافس على صدارة الهدافين انت وعلي. طبعا منافسه، لكن منافسه لصالح الفريق طبعا. يعني المنافسه دي بتبقى شريفه واحنا الاثنين بتدينا دافع، لان دايما عايزين نجيب يعني اهداف اكتر وكده، فاحنا الاثنين بتدينا دافع انا وهو، ودايما بنتكلم في الموضوع ده في التمارين وكده. بنتكلم ان الحاجات دي بتدينا دافع احنا الاثنين. لو رايح في مباراه وانت هتجيبها جول ممكن تبص لعلي ولا بتفكر في العشر اهداف؟ لا يعني انا عارفه مش هتبص. لا عادي اكيد مصلحه الفريق اهم اكيد. لا هي بتبقى يعني على حسب الموقف، بس لو هو فعلا قريب لو يجيب جون انا ممكن والله احطها له عادي. يعني فكرت في الموضوع كم مره، هو لو هو يعني بنسبه كبيره هو اللي هيجيب الجون العبها له هو يحطها، يعني المهم تبقى مصلحه الفريق. يعني قول لي بقى يعني واحنا بنذيع لكم المباريات هنا على قناه الاهلي يا محمد، حافز ليكم وانتوا بتلعبوا اكيد طبعا قبل المباراه، وانت عارف ان المباراه هتتذاع ثاني يوم، ليك تحضيرات وليك تجهيزات اكيد طبعا. بتدينا دافع قوي جدا وبتخلينا نظهر بصوره كويسه اكتر، يعني هو الماتش ما يكونش متذاع. وكابتن احمد عبد الظاهر بيكلمنا عن النقطه دي، مهمه جدا، اعرض نفسك، الناس كلها بتبص عليك، قناه النادي الاهلي يعتبر يعني 80% من الشعب بيتفرج عليها. فدي حاجه كويسه لينا ودافع لينا، والجهاز الفني بتاع الفيرستين بيتفرج علينا، مستر كور و جهاز الفني بيتفرجوا علينا ودي دافع لينا ونظهر بصوره كويسه عشان يختارونا ونصعد الفيرست تيم يعني اكيد. علي نفس الشعور برضه لما بتعرف ان المباراه مذاعه، بتبقى مضغوط ولا بتبقى سعيد ان انا عايز العب والجهاز الفني الماتش اللي فات قاعد، الجهاز المعاون لمستر كولر، الناس كلها بتتفرج عليكم، ولا بيبقى حافز ليك؟ بيبقى حافز طبعا، يعني الناس كلها دي كلها دوافع ان الناس جايه من الدرجه الاولى يتفرجوا على اللعيبه. وانا قاعد حتى كنت بديل يعني، وكنت قاعد على الدكه ومركز، عارف ان انا ان شاء الله هظهر بمنظر كويس يعني، والحمد لله اديت بشكل كويس وعرفنا ان اجيب اول جون والدنيا يعني اتسهلت وجينا 3 جوان فالحمد لله يعني. كان عندكم شك وانتوا خسرين من بتروجيت في الشوط الاول 1-0 انكم هترجعوا ولا لا؟ لا والله العظيم يعني اول ما دخلنا الاوضه واحنا اتكلمنا مع بعضنا، وكابتن محمد شاوي دخل اتكلم معانا وكابتن احمد عبد الظاهر، واحنا اتكلمنا مع بعضنا ولا شك 1%، كنا متاكدين ان احنا هنرجع وهنكسب يعني. وعلي ووائل كمان لما نزلوا فوقوا الفرقه، يعني انت عارف التبديلات المفروض لما بتنزل بتفوق الفرقه، هم فعلا نزلوا عملوا اللي عليهم واكتر كمان، فوقونا في الملعب. لا ما كانش عندنا شك 1% ان احنا ممكن الماتش يروح مننا ولا كلام من ده، وكنا عارفين هنرجع وهنكسب. واحنا دايما يعني الحمد لله انتوا كل الماتشات اللي زعلنا كلنا كده مكسب الحمد لله، مش حلو علينا. فالماتشات دي يعني معنى الكلام ده اللي هي بتدينا حافز وبتدينا اصرار ان احنا نعمل احسن حاجه عندنا يعني. بقالك 6 سنين في الاهلي، قول لي المدربين اللي مروا عليك مين يا سمير؟ يعني في نادي الاهلي انا اول لما رحت زي ما قلت لحضرتك كابتن عادل مصطفى. كابتن عادل مصطفى ده يعني ليا عليا فضل بعد ربنا كبير، لانه كان هو ماسك الفرقه وبعد كده سافر الوحده مع كابتن احمد حسام ميدو، فضل عمال يتكلم اللي هو يكلم كابتن محمد فضل كان ساعتها مدير التعاقدات. فضل يكلم كابتن محمد فضل، وبعد كده كابتن محمد فضل مشي، جه كابتن امير توفيق. فضل برضه عشان كان مصمم وعارف امكانيات واثق فيا ففضل. فكابتن عادل مصطفى ده ليه فضل عليا بعد ربنا كبير. كابتن اشرف ابو زيد برضه مرنت معاه. كابتن محمد شرف بقى ده يعني ليه نقطه تحول معايا، لان انا جالي صليبي اول لما رحت النادي الاهلي، السنه اللي بعدها على طول جالي رباط صليبي فقعدت سنه. فانت عارف يا كابتن لما بترجع من رباط صليبي بتبقى طبعًا محتاج حد بتبقى محتاج حد يعني يبقى واقف جنبك وواثق فيك. فكابتن محمد شرف كان على طول الموسم ده على طول بيتكلم معايا، وعلى طول يعني اللي هو من كتر ما هو كان واثق فيا انا كنت بطلع كل حاجه عندي اللي هو لنفسي، واللي هو يعني عشان هو واثق فيا الثقه دي كان نفسي ان انا اعمل معاه. الحمد لله الموسم ده قضيت معاه موسم كويس قوي، كنت من هدافين الفرقه انا ورأفت خليل وميدو نبيل كويس. فكابتن محمد شرف اللي فضل عليا كده دلوقتي كابتن احمد عبد الظاهر، عارف يتعامل معايا وعارف يطلع احسن ما عندي. فكابتن احمد جلال طبعا المساعد برده معاه، الناس دول يعني ليهم فضل عليا بعد ربنا كبير يعني. محمد وائل ما شاء الله 12 سنه في النادي الاهلي، اكيد مر عليك مدربين كتير طبعا. المدربين اللي سابوا بصمه فيك وتعلمت منهم؟ والله يا كابتن اسامه كلهم مدربين محترمين، تعلمت منهم كتير،
غيروا في شخصيتي كتير واستفدت منهم وبشكرهم جدا، واتمنى ان انا ما انساش حد فيهم في الشكر يعني. اذا كان الكابتن احمد سراج في بدايه اول سنه ليا، ليه الفضل عليا طبعا. الكابتن احمد سمير بشكره جدا، كانت نقطه تحول فعلا في فيا، لعبت معاه تقريبا وقعد معانا سنتين يعني، استفدت منه كتير جدا وبشكره بجد من عبر قناه النادي الاهلي يعني. والكابتن محمد سعد والكابتن محمد شرف برضو يعني غير في شخصيتي كتير جدا، وهو كان السبب ان انا العب باك رايت، وبشكره يعني فعلا سمعت وخلتني اظهر بصوره كويسه والله يعني، بشكره جدا يعني كابتن شرف كويس. وطبعا الكابتن احمد عبد الظاهر شغال معانا بعد ما الكابتن شرف يعني خرج من الفريق، وما حسيناش بفرق والله يعني، شغال معانا وعامل مجهود معانا كبير جدا، ويعني ما شاء الله مكللين مجهوده بان احنا فعلا ماشيين اول كويس. وده يبين اللي هو عامل معانا شغل كويس يعني، هو كابتن احمد جلال والجهاز كله والله، الجهاز الطبي والجهاز الاداري يعني والعمال. تمام. علي بقالك فترة قليلة في النادي الاهلي، من السنة اللي فاتت للسنة دي. مش هقول لك المدربين، لكن عايز اعرف ايه اللي انت اتعلمته في النادي الاهلي في الفترة القصيرة دي؟ يعني الحاجات اللي انا اتعلمتها كتيرة، يعني فرق كبير قوي ما بين ان انا بقى في النادي الجونة لمدة 4 سنين واجي على طول على النادي الاهلي. في الملعب حتى يعني اتعلمت، نادي الجونه مثلا كنا بنلعب على المرتدات كتير، النادي الاهلي هو اللي مستحوذ دايما، فرقه هجوميه على طول 90 دقيقه، فرقه هجوميه وساعدتني قوي ان انا تصرفاتي في الملعب، شخصيتي بانت قوي في الملعب كمان. حلوه شخصيتي دي، لعيب النادي الاهلي لازم يبقى شخصيه، خاصه لما مباراه تبقى انت متاخر فيها وعايز ترجع، هو ده اللعيب الشخصيه. زي المباراه اللي فاتت كده، زي المباراه اللي فاتت بالظبط كده. بس فالنادي الكباتن حتى السنه اللي فاتت كنت مع 2001، كان سنتين يعني اكبر مني، كان في فرق سن، وكان كابتن شيف عبد الفضيل هو المدرب ساعتها وساعدني طبعا، اتكلم معايا كتير. وحتى الصيف اللي فات لما كنت انا داخل مع الفرقه مع 2003 كنت مع كابتن شرف، كابتن شرف هو اللي اصر اصلا من الاول خالص ان انا اتايد 2001. تمام. ف كان ليه فضل ليه فضل كبير عليه يعني، الحمد لله. ما شاء الله انتوا اول الدوري دلوقتي بفرق 4 نقاط صح؟ احنا كاول الدوري، الماتشات اللي فاتت برضو ساعدتنا اللي هي النتائج الثانيه، كانت الجوله الاخيره، كانت ساعدتنا جامد. ام بي وقعت، في فرق كتير وقعت، فالحمد لله كان احنا متصدرين الدوري فرق 4 بونت عن ام بي. طب قول لي بقى في مشوار الدوري، المباراه الصعبه اللي كنتوا عاملين لها حساب يعني، والله انا كنت لسه بتكلم مع علي في الموضوع ده، احنا جايين يعني كل الماتشات يا كابتن، اي فريق جاي بيلعب النادي الاهلي هو ده بالنسبه له ماتش الموسم. احنا دايما بنتكلم مع بعض كده، ده بيبقى بالنسبه له ماتش الموسم، هو جاي بيطلع كل الامكانيات اللي عنده، هو لو عنده 1% هتلاقيه بيطلع 100% عشان بيلعب النادي الاهلي وعايز يظهر قدامه. فكل الماتشات بالنسبه لنا صعبه يعني، تلاقينا مثلا في الماتشات الجامده اللي هي الفرق الجامده تلاقينا بنكسب، الماتشات اللي هي اللي هتلاقي الفرق اللي هي يعني في مؤخر الجدول ولا كده هتلاقيها صعب، لان كل الفرق بتبقى جايه قدام النادي الاهلي عايزه تطلع احسن حاجه عندها. فكل الماتشات بالنسبه لنا مش كلام بيتقال وخلاص، هي فعلا كل الفرق بتبقى جايه عايزه تعمل قدام النادي الاهلي كل حاجه عندها يعني. محمد، نقطه تحول في المسابقه عندكم مباراه الاهلي والزمالك اللي كانت في ميت عقبه، اول 10 دقائق بتخسروا 2-0، بتحاولوا طول المباراه، جات لكم ركله جزاء ميدو نبيل ضيعها، جات لكم ركله جزاء ثانيه مين اللي شاطها؟ ابراهيم، كان ابراهيم ابراهيم مسجلها، وخلص المباراه 2-1 يعني. اول 10 دقايق ما كنتوش موفقين، لكن 80 دقيقه سيطرتوا على المباراه سيطره تامه، وكانت المباراه دي نقطه تحول انكم ترجعوا مره ثانيه للدوري وتتصدروا بطوله الدوري، وتقول الناس لا يعني دي كانت مباراه خارج الايه الفورمه يعني، او 10 دقايق خارج الفورمه. اكيد طبعا يا كابتن اسامه، مباراه القمه بيبقى لها طابع خاص حتى في الناشئين او في الفيرست تيم، فاحنا عملنا اللي علينا. يمكن اول 10 دقائق ما كناش موفقين، دخلنا في الماتش متاخر ويمكن جه فينا هدفين، وده دروب بيحصل عادي في الدوري يعني في الماتشات، لكن الحمد لله قدرنا نسيطر على الماتش كله حوالي مثلا 70 دقيقه وعملنا اللي علينا. ضاعتوا اهداف كتير، ضاعنا كتير وفعلا، والبيلين ده يعني اثر علينا شويه، لكن ما اثرش علينا بالنسبه اللي هو يعني خرجنا من الماتش، لكن الحمد لله قدرنا نكمل الماتش بمستوى كويس، وده فعلا كان الناس كلها شادت بينا في ان احنا عملنا مستوى كويس. لكن الخساره وارده في الدوري، لكن ادتنا دافع قوي جدا ان احنا نكمل الدوري، وبالفعل احنا تاني ماتش كسبنا وتفوقنا في بقيه الماتشات بعد ده وركبنا الجدول تاني يعني. ما شاء الله انتم متصدرين دلوقتي بفارق 4 نقاط، متصدرين في 4 نقاط عن NBA. علي، المباراه الصعبه او الاصعب اللي كنتوا عاملين لها حساب في بطوله الدوري، انتوا كده كلاعيبه بتجمعوا بعض واكيد بتقعدوا بعد محاضره المدير الفني، بيبقى ليكوا انتوا كلام مع بعض كلاعيبه، المباراه دي ما ينفعش نخسرها، لازم ما نعديهاش كده بالسهل،
عايزين نكسب، لازم نبقى فيها نطلع افضل حاجه. المباراه اللي كنتوا عاملين لها حساب كانت مباراه ايه؟ يعني ما كانش في مباراه واحدة يعني، وكنا بناخد كل ماتش بماتشه يعني، تركيز في كل مباراه. يعني مش جاي في بالي حاليا اي ماتش كنا قايلين قبل يعني، كل الماتشات بناخدها هي هي يعني، هي هي لازم الاداء والنتيجه والاداء بيجيب النتيجه يعني، الحاجات دي بتبقى طب مهمة. طب ما شاء الله انت احرزت 8 اهداف، قول لنا الثمان اهداف كانوا في مباريات ايه؟ يعني الثمان اهداف ممكن يكون ثلاثة منهم بس كنت بادئ ماتش يعني، الباقي كله كنت نزلت كبديل وفرقت. كويس. الماتشات كان اللي انا جبت فيهم الاهداف كانوا امبي والسد باسوان، وفي فيوتشر جبت هاتريك. كويس. وفي سموحه وجبت واحد، وفي اللي فات ماتش بتروجيت. بس ماتش بتروجيت. دول الثمان اهداف بتوعك. بالظبط كده. سمير العشر اهداف. يعني جبت اول ماتش كان المقاولين جبت هدفين، وبعد كده ماتش زد جبت جول، وبعد كده ماتش فيوتشر جبت جونين، وماتش طنطا جبت جون، وبعد كده ماتش طلع الجيش جبت جونين، وماتش بتروجيت الاخير احلى هدف فيهم كان هدف ايه؟ يعني احلى في هدف اللي هو بتاع فيوتشر ده، اللي هو كنت جايبه بكعبي، احمد اشرف عامله لي انا جبته بكعبي، واللي هو بتاع بيراميدز اللي انا لقصت فيه الحارس ده عشان كانت صعبه، كانت ده احنا زعناك سبته خمسه. الماتش بتاع بيراميدز ده، والجون بتاع فيوتشر اللي هو الهدف الثاني ليا كان بكعبي كده. وعلي انا افضل هدف ليا كان في الجونه، اول ماتش كان فريقك الساب. بالظبط كده بالظبط. بس كان ماتش كان نزلت برده كبديل، وكان بره 18 كانت شوطه حلوه يعني. تمام. محمد المباراه اللي فاتت كان الجهاز الفني المعاون لمستر كولر كان قاعدين، برينجر قاعد، ميشيل يانكوني قاعد، طبعا الجهاز الفني بتاعنا كابتن بدر رجب وكابتن محمد شوي موجودين، لكن انطباعكم النهارده والجهاز الفني للدرجه الاولى، الناس موجوده والناس قريبه والناس بتقول ان احنا واخدين بالنا منكم كلكم، شدوا حيلكم والفرصه متاحه للجميع. بالظبط، احنا الموضوع ده بيدينا دافع طبعا ان هم بينزلوا يتفرجوا على الماتشات، واحنا بنشتغل في القطاع وبنسعى اصلا عشان ندعم الدرجه الاولى، واحنا بنوعدهم ان هم هيشوفوا لعيبه كويسه جدا. احنا بس منتظرين الفرصه والزقه اللي احنا نطلع ونشارك، وهنظهر بصوره كويسه واحنا واثقين في كده، وهنساعد الدرجه الاولى يعني باذن الله. فوجودهم بيدينا دافع يعني، وبيخلينا نظهر بصوره كويسه، وعايزين ندعم الدرجه الاولى، احنا مستنيين الفرصه. بنتكلم على طول إن شاء الله. بنتكلم على طول مع كابتن محمد شوقي والكابتن وليد والكابتن بدر على طول، حتى بنتكلم في النقطه دي، احنا عايزين نطلع وهنطلعكم، وانتوا اهم حاجه تفضلوا ماشيين كويس وراكبين الدوري. خلي بالك اقول لك على حاجه، البطوله اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع كابتن بدر رجب في الاجتماع السابق، اقرا كده البيان اللي اتكتب. كابتن بدر رجب يعني قال لهم في الجهاز الفني احنا في عناصر طلعت، لكن لسه ما زال عندنا عناصر مبشره للنادي الاهلي، عايزينكم تيجوا تتفرجوا عليها. وكانت دي البدايه لمستر برينجر ان هو يجي ويشوف المباراه من الملعب. بالظبط، فعلا احنا وصل لنا البيان، ودي حاجه تسعدنا جدا ان هم اللي احنا محطوطين في الحسبان، وهنظهر يعني في الفيرست تيم في الفرصه القريبه ان شاء الله. وجودهم كمان يعني اكد لنا المعلومات اللي الكابتن بدر قالها، وان هم موجودين في الملعب، والكابتن خالد بيبو كان موجود في اخر ماتش. فدي طبعا بتخلينا يعني واثقين ان احنا ان شاء الله الفرصه بتاعتنا قريبه للدرجه الاولى باذن الله. وبنوعدهم ان احنا وبنوعد الجمهور ان احنا هندعم الدرجه الاولى يعني بلعيبه جامده ان شاء الله. ان شاء الله. علي نفس الكلام، وانت قاعد المباراه اللي فاتت وانت نازل وفرقتك متاخره والجهاز الفني قاعد بره، نازل خايف ولا نازل عايز اعمل كل حاجه في الكوره؟ لا نازل طبعا عايز اعمل كل حاجه يعني. الواحد بينزل كبديل يكون عايز يلعب ال 90 دقيقه، مش ال 45 دقيقه اللي انا انزل يعني. بس فالواحد طبعا بياخد الحاجات دي كدوافع، ان مستر كارلوس ومستر ميشيل يانكون كانوا جايين يتفرجوا علينا، كل دي طبعا دوافع للفريق كله. تبقى حافز ليك. دايما. سمير قول لي المركز انت بتلعب راس حربه صريح، وساعات تنزل تبقى لعيب راس حربه. يعني انا بلعب راس حربه، بس ساعات في التمارين يعني بلعب 10. ساعات كابتن احمد عبد الظاهر مثلا لما بنيجي نلعب في رودين ولا كده، بيبقى بيلعب مثلا فرد وانا بنزل مثلا العب 10، ف يعني بعرف اعملها. بس هو المركز اللي انا بعرف اجيت فيه اللي هو راس حربه صريح. راس حربه صريح. مين بيعجبك من مهاجمين النادي الاهلي الحاليين؟ يعني انا طلعت اتمرنت مع وسام. هو لسه جاي جديد الفتره اللي فاتت. الفتره اللي فاتت دي كنت بتمرن معاه، لا لعيب كويس قوي هو. لسه يعني الجمهور كمان لما يشوفه في المباريات، لا لعيب كويس قوي وستايل مختلف. كابتن محمود كهربا طبعا برضه مرنت الفتره اللي فاتت مع كهربا.
لا كان هو في المنتخب، كان في المنتخب بس ما حضرتوش فترة قبل كده في التمرين. لا لا ما حضرتوش. هو كان في فترة كده كان هو نزل اتمرن، كان بيتمرن معنا، كان كان لسه بيجهز معنا بس هي الفترة دي، لكن قبل كده لكن دلوقتي هو كابتن محمود كهربا ويعني وسام ابو علي. نفس الكلام يا علي، مهاجمين النادي الاهلي بيعجبوك؟ مهاجمين صراحة يعني الفيرود هو انا ما لحقتش اتمرن، ما طلعتش مع كابتن اسامه ابو علي، ما لحقتوش. ما طلعتش الفتره اللي فاتت؟ لا كنت ان شاء الله تطلع الفتره الجايه. كنت مصاب الفتره اللي فاتت يعني كنت مصاب لمده شهر. احنا فعلا زعنا كذا مباراه كنت انت غايب فسالنا اهداف الفرقه فين يا جماعه، قالوا اصل عنده اصابه الفتره دي. كنت ساعتها هداف الفرقه مش سمير. قبل ما سمير يعدي ماتشات الاصابه دي. لا كان عندي اصابه من ساعه الدور الاول ضد في ماتش بتروجيت، بس الحمد لله قدرت ارجع يعني، وكان اول ماتش ليا كان ضد بتروجيت برضو اللي هو اللي فات، فالحمد لله مش السعد عليك. بالظبط. وائل باك رايت بقى، ده مركزك المفضل صح كده؟ طبعا. مين بيعجبك اداؤه في مركز الباك رايت؟ طبعا الكابتن محمد هاني والكابتن اكرم توفيق، انا اتمرنت مع الاثنين ما شاء الله وبتعلم منهم كتير. يمكن كابتن محمد هاني مختلف شويه عن كابتن اكرم، لكن الاثنين فيهم كل واحد فيه ميزه وواضحه جدا يعني. فاتمنى ان شاء الله ان انا اكون موجود معاهم يعني. اكتر حاجه تعجبك في محمد هاني واكتر اكتر حاجه تعجبك في اكرم؟ ما شاء الله الكابتن اكرم عنده روح عاليه جدا في الملعب، بتبقى باينه ما شاء الله، قوي جدا ما شاء الله، وبيظهر دي في الملعب يعني بيتبان عليه. يمكن الكابتن محمد هاني يعني هجوميا يعني افضل شويه عن الكابتن اكرم توفيق، بيهاجم بصفه مستمره يعني. بالظبط. لكن اللي بيتبان في الكابتن اكرم عن الكابتن محمد هاني الروح العاليه والقوه في الملعب. تمام. لما طلعت الدرجه الاولى بقى، الفتره انت اتمرنت فيها مع الدرجه الاولى وقلت لي اتمرنت مع اسامه ابو علي ولعبت، مين اكتر لعيب في الدرجه الاولى اول ما طلعت كان مساند للناشئين؟ هو كابتن محمد مجدي قفشه. قفشه هو يعني قريب لينا قوي، تحس اللي هو حاسس بينا وحاسس ان احنا عايزين نعمل حاجه والكلام ده، فهو اكتر واحد. حتى ابو الخير وابراهيم لما كانوا موجودين مصطفى برضو. بالخير. مصطفى بالخير هو لا كان على طول بيتكلم مع كله ويتكلم معانا شخصيا، وقاعد يقول لي لا انت لعيب كويس وعندك امكانيات كويسه قوي، فركز ودوس على نفسك وكده. فلا هو كابتن محمد مجدي قفشه يعني اكتر واحد كان بيتكلم معانا يعني. طب المواقف الحلوه اكيد في فوق يعني بيبقى في هزار ومواقف حلوه من لعيبه الدرجه الاولى، مين اللي دمه خفيف واللي استقبلكوا كده يعني بدم خفيف وبمقالب وبمواقف حلوه؟ هو يعني اللي انا بسمعه كابتن محمود كهربا على طول مقالب والكلام ده، بس هو ما كانش موجود. فهو كابتن برضو محمد مجدي قفشه هو بيحاول مثلا يطلع. ده الصوره دي كانت فين بقى؟ ده الصوره دي كانت في طنطا عندنا. كنا بنلعب نادي طنطا وكسبنا الماتش ده 3-1 ساعتها، كان ماتش مهم قوي. فريقك السابق. فريق السابق. فالحمد لله يعني الماتش ده كان مهم لينا قوي في الجدول. كسبناه وبعد كده يعني الناس بقى كانوا طبعا عارفيني وكده، فنزلوا كانوا بيتصوروا معانا يعني وكده. مجرد شافوا تيشيرت الاهلي الولاد الصغيرين طبعا بالنسبه لهم حاجه كبيره. طبعا يا كابتن يعني تيشيرت النادي الاهلي ده بالنسبه لاي حد حاجه كبيره قوي، قيمه كبيره قوي، ف يعني فخر لينا طبعا، فخر لاي حد اللي هو يلبس تيشيرت النادي الاهلي ده. علي كابتن بدر رجب وكابتن محمد شوقي اكيد ليهم دور مهم معاكم في قطاع الناشئين، في نقل الخبرات، في مسانداتكم، في دايما كابتن محمد شوقي حتى متواجد معاكم في المباريات بوجهكم. دورهم ايه معاكم بقى؟ يعني بيشتغلوا معانا من الناحيه النفسيه بطريقه كويسه قوي. كويس. في الفترة اللي انا كنت مصاب فيها دخلت على كابتن شوقي، وكنت يعني زعلان كده، كنت يعني كنت طبعا لعيب مصاب صعب او بيلعبش وبعيد عن الملعب وكده، فتعامل معايا وقال لي حاجات مهمة قوي. وكابتن بدر رجب برضو بعد الماتشات ساعات بيكلمني وكده، وكلها بالنسبة لي باخدها كدوافع يعني. بس ده الدور المعنوي. طب في الملعب كابتن محمد شوقي ساعات ممكن يبقى في تعليمات مثلا بين الشوطين، خاصه ان محمد قال لي يعني كان في او انت قلت لي في كلام الكابتن محمد شوقي دخل مع كابتن احمد عبد الظاهر وكلمكم بين الشوطين في ماتش بتروجيت ولازم نرجع. الدور الفني والمعنوي مهم ليه برضه؟ كابتن شوقي انا فاكر في ماتش بتروجيت اللي فات قال لنا انا مش هتكلم في الكوره، يعني كان بيتكلم عن ناحيه الروح. كان بيحاول يوصل لنا ان النادي هتلعب فيه لو عندك روح، دي اهم حاجه في النادي. وكان باين من ماتش بتروجيت في اول شوط كانت ناقصه يعني، كان نقول الروح كانت ناقصه وعوضناها تاني شوط وبس، فالحمد لله يعني. واحنا بنتكلم عن الروح يا محمد اوائل،
الاحتفالات دي كانت في بص الثنائي هنا بقى. كانت مباراه ايه دي؟ وفي كانت ماتش فيوتشر. هو جاب هاتريك وانا جبت جونين في الماتش. جونين بس. وانت كنت باصص له في الهاتريك ولا ولا سايبه كده عدوا؟ لا والله يعني هو كان جاب هاتريك اصلا وانا كان في كره برده رايح وبصيتها له عادي يعني. عادي. والله. كان عينك فيها ولا؟ لا. كانك بص محمد اشرف جاي لكم من بعيد وبيضحك عليكم انتوا الاثنين. ايوه الاحتفاليه دي احنا كنا متفقين قبل الماتش اصلا مع بعض وان احنا لو حد فينا جاب جون بس فطلع ان احنا الاثنين جبنا الخمس تجوان. حلو قوي العلاقه دي خلي بالك. لما يبقى الاثنين في مركز واحد وبيلعبوا مع بعض والروح حلوه دي بتخدم الفريق ما شاء الله. بقول لكم مباراه الزمالك كانت هي نقطه تحول لكم في بطوله الدوري مع 2003 والزمالك وكل المباريات. مين اللي دمه خفيف بقى؟ يعني بلاحظ بعد كل مباراه بتحرزوا فيها اهداف بيبقى في احتفاليه كده. يعني مين اللي بيتفق ان احنا هنعمل ايه النهارده؟ احنا الثلاثه بالظبط. يعني مره يكون انا مره يكون سمير مره يكون وائل. احنا الثلاثه بنتفق. بس انا اول واحد اللي قلت ان احنا هنعمل احتفال. يعني بتعملوا قبل المباراه بتقعدوا كده مع بعض يا سمير لو جبت هدف النهارده هنعمل كذا وكذا؟ متفقين من قبلها بشويه كمان. فنقول هنعمل ايه في ماتش فيوتشر ده اتفقنا قبلها وقلنا لو حد فينا جاب جون برضو بس فجبنا جوان كتير قوي الماتش ده. والماتش اللي فات برضو كنا متفقين ان هو على رقصه المفروض نعملها بس هو كان بعيد عني بقى ساعتها. بوظها لك يعني. عملتها انا ومازن ساعتها. وائل 12 سنه ما شاء الله في النادي الاهلي. اتعلمت ايه في ال 12 سنه؟ اتعلمت كتير والله. اولا انا شرف ليا ان انا موجود في النادي الاهلي ودي حاجه كبيره جدا ونعمه من ربنا بحمد ربنا عليها. اتعلمت مبادئ كتير، شخصيتي اتغيرت كتير في النادي الاهلي، اتعلمت من القوام اللي موجود في النادي الاهلي. يعني حاول في شخصيتي كتير جدا. انا السنه بس انا عاجبني قوي انتوا كلكم رايحين عند عامل المهمات عبد الرحيم. بيبقى اتفاق قبل المباراه يعني حل حل حلوه اللقطه دي. بص هنا ابراهيم عبد الحكيم مع مازن اسامه صح كده؟ ده اسلام عبد الله. وهنا راح ده عبد الرحيم سونج صح؟ ده عامل خلي بالك عبد الرحيم سونج ده كان عامل المهمات بتاعنا واحنا اولاد صغيرين واحنا في النادي لنا على طول. هو الاثنين يعني بصراحه بيعاملونا زي اولادهم واحنا بنعاملهم زي اولياء الامور والله. يعني مش مخلينا محتاجين اي حاجه بامانه ويشكروا والله. لقطه حلوه قوي. طبعا قول لي بقى ابرز الحاجات اتعلمتها يا وائل في النادي الاهلي. زي ما قلت لحضرتك والله يا كابتن اسامه اتعلمت المبادئ وتعلمت شخصيه النادي الاهلي بتميزنا عن اي حد في الكوره وبتخلينا فعلا واثقين في نفسنا في اي مكان بنروحه وبتميزنا عن اي لعيب في كره القدم يعني. والمبادئ طبعا والاخلاق وكل حاجه كويسه اتعلمناها حقيقه في النادي الاهلي. عالي طموحاتك ايه مع النادي الاهلي؟ يعني اي لعيب ناشئ طموحاته ان هو يبقى متواجد في الدرجه الاولى يعني. بس لو هي دي ده الاساس يعني طبعا. ده اقصى طموحاتي ان انا ابقى مع الدرجه الاولى وساعتها بقى نشوف الطموحات يعني ان شاء الله تبقى موجود مع الدرجه الاولى ان شاء الله باذن الله. يعني خلي طموحاتك دايما ملهاش حدود مع النادي الاهلي. ملهاش حدود لا بس هي برضه باخدها خطوات برضه. بس نفسك تلعب في الدوري الممتاز مع الاهلي، نفسك تلعب في دوري ابطال افريقيا طبعا. نفسك تلعب في كاس العالم. كاس عالم أندية. كاس عالم أندية بالنسبه لي وانا صغير وانا بتفرج على الاهلي وهو في كاس عالم أندية يعني حلم من الطفوله يعني. بس شفت كاس العالم أندية اللي فات ازاي مع الاهلي؟ يعني طبعا كابتن النادي الاهلي ده فعلا خلينا فخورين بيه يعني. لما ماتش اتحاد جده لما كسبنا 3-1 لا يعني ماتش اتحاد جده ده طبعا كان كل الناس متوقعه حاجه. بس النادي الاهلي احنا يعني عارف احنا بنتفرج وقبل ما نتفرج احنا متاكدين ان النادي الاهلي هو النادي الاهلي هيكسب فاهم قصدي. فهو ده النادي الاهلي معودنا على كده دايما. فهو ده يعني هو ده النادي الاهلي يعني معودنا دايما على المكسب وعلى الحاجات دي. الكره دي كانت تسلل حطها لك ميدو. كان ميدو اسامه. ميدو اسامه كان المفروض يحطها لاحمد اشرف بره افضل. لكن حطها بينيه واحنا من حل السد التحقيقي تسلل صحيح. شفت كاس العالم للانديه ازاي وائل برضو الاهلي؟ ما شاء الله الاهلي ظهر بصوره كويسه جدا ومشرفنا طبعا وبالذات ماتش الاتحاد جده عمل نتيجه كويسه جدا وسمعت يمكن في العالم كله ناس كتير علقت على المباراه. ظهرنا بصوره ممتازه يعني ويمكن المباراه اللي بعدها مش احسن حاجه لكن يكفي ان الاهلي بيخش اي بطوله ايا كانت البطوله مرشح ان هو يبقى بطل البطوله حتى لو في موجود فرق من اوروبا اي فرق اي موجود فرق من العالم كله يعني مرشح ان هو ياخد البطوله دي تكفي بالنسبه لنا. ودايما رافع راسنا بصراحه النادي الاهلي وده فخر لينا يعني. طموحاتك
ما طول ما الواحد في الاهلي ما لهاش حدود طبعا. نفسي طبعا اكون موجود وادعم الدرجه الاولى والعب كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي ونحقق كل البطولات ونسعد جمهور النادي الاهلي. وانت برضه يا سمير؟ يعني انا طموحاتي يا كابتن، انا واعد باذن الله والدي واهلي ان انا باذن الله في يوم من الايام هبقى انا فرود النادي الاهلي وفرود منتخب مصر. فيعني انا بشتغل على نفسي وكده، واكتر حاجه يعني انا حاططها قدامي ان انا ابقى اكسب دوري ابطال افريقيا مع النادي الاهلي، وان ابقى موجود في كاس العالم مع النادي الاهلي. يعني دي اهداف النادي النهارده. يعني لما تيجي تشوف على ارض الواقع الفتره اللي فاتت هتلاقي مصطفى شوبير من قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، هتلاقي محمد عبد المنعم، هتلاقي حمزه علاء، هتلاقي مصطفى مخلوف، يعني كلها لعيبه. فالنهارده الباب بقى مفتوح خلاص، ودايما اللعيب اللي بيطلع من الناشئين يا كابتن اسامه بيبقى عشان متربي في النادي الاهلي، فبيكون بيظهر بصوره كويسه وبيفرق مع النادي الاهلي. فاكيد طبعا اللعيب اللي بيطلع من تحت بيفيد النادي الاهلي، فده بيبقى اهم من اي حاجه. النادي الاهلي مفرغ كل حاجه يا محمد؟ اكيد طبعا، مش مخلينا والله العظيم محتاجين اي حاجه. الكابتن محمد شوقي والكابتن وليد والكابتن بدر رجب، كل حاجه بنحتاجها بيوفرها لنا. الصوره كابتن محمد شوقي انت بتتكلم، دي كانت في المباراه اللي فاتت دي؟ لا لا، دي تقريبا كانت مباراه في ويتشر، كنا كسبانين الماتش الشوط الاولاني نتيجه كبيره، وفي اخر ماتش كده يعني كنا بنعمل شويه حاجات استعراضيه كده، فالكابتن شوقي كان وقتها جه اتكلم معايا وشدني وبتاع، قال لي هي بدات من عندك. لازم العب لازم نلعب بجديه لحد اخر دقيقه في الماتش، وزود النتيجه لحد ما تقدر وتفرق معاك يعني في الماتش. برضه نفس الكلام يا علي، الكابتن شوقي جد على طول في كل حاجه. برضه نفس الكلام يا علي، يعني وانت على مدارك يعني في السنتين في النادي الاهلي، يعني الحاجات الحلوه اللي انت اتعلمتها دي، يعني وانت جاي الفتره الجايه ان شاء الله وتاخد فرصه مع الدرجه الاولى، يعني عايز اقول طموحاتك برضه مع النادي الاهلي. طموحاتي مع النادي الاهلي يعني ان انا ابقى متواجد زي ما انا قلت لك قبل كده، ان انا ابقى متواجد ان شاء الله مع الدرجه الاولى، وابقى ليا مكان اساسي يعني في الدرجه الاولى. مين بيعجبك من مهاجمين الدرجه الاولى؟ لعيبه ولا مهاجمين؟ سحرة مهاجمين في مركزك؟ بيرسيتاو. بيرسيتاو بالنسبه لي السنه اللي فاتت ماتشات اللي هو بيلعبها في افريقيا بحب اتفرج عليه. يعني بحب اكتر حاجه بتعجبك في بيرسيتاو ايه؟ الواحد على واحد. بيعرف يعدي انه بيروح ما بيخافش، يعني بيعرف يعدي باي طريقه. يعني تحس ان هو هيروح حته يعني في ناحيه وهيروح ناحيه ثانيه خالص. بس شفت بطوله دوري ابطال افريقيا اللي كانت بعيده عن الاهلي ازاي؟ خاصه الاهلي رايح المغرب، وده درس ليكوا كمان. بطوله صعبه، انت رايح هناك وبتاخد البطوله من قلب ملعب محمد الخامس هناك. يمكن البطوله دي السنه اللي قبلها خسروا في نفس الملعب. ويعني دي احس ان هم خدوها كدافع ان هم ياخدوا البطوله دي، وظهروا بشكل كويس قوي البطوله دي. انا كنتش متوقع ان هم كانوا يعملوا اللي هم عملوه البطوله اللي فاتت يعني. بس نفس الكلام، شفت البطوله دي ازاي؟ انا كابتن خاصه البطوله دي يعني بطوله ما ينفعش تعدي النهارده وانت ناشئ، وازاي يبقى عندك الاصرار والعزيمه ان انا بقاتل عشان بطوله زي صعبه وارجعها للنادي الاهلي. يعني كابتن ممكن اقول كلمتين، هو دي شخصيه النادي الاهلي. ايوه والله، يعني ممكن اي حد بيبقى بعيد عن النادي الاهلي بيسمع الكلمه دي كتير، بس لما بتخش جوه النادي الاهلي وبتسمع كلمه شخصيه النادي الاهلي وتبقى انت لعيب موجود معاهم، بتعرف يعني ايه فعلا شخصيه النادي الاهلي. فهي دي شخصيه النادي الاهلي، انت دايما بالنسبه له الانتصارات والكلام ده رقم واحد في يعني دايما قدامه، يعني ما قدموش حاجه اللي هو غير اللي هو يكسب. التعادل بالنسبه للنادي الاهلي واي حاجه بتبقى هزيمه، فدي الشخصيه بتاعت النادي الاهلي. يعني شرفتنا ونورتنا يا سمير، وبنتمنى لك التوفيق، ويا رب الحلقه الجايه كده يعني نستضيفك وانت واحد من النجوم المتالقين في الدرجه الاولى. شكرا يا كابتن اسامه، والله وانا كنت مبسوط ان انا مع حضرتك، وباذن الله ما اكونش اخر مره يعني ان شاء الله. شرفتنا ونورتنا يا كابتن وائل، وبنتمنى لك التوفيق والحلقه الجايه ان شاء الله زي ما بقول لك وانت واحد من نجوم الدرجه الاولى. حبيبي يا كابتن اسامه، انا اللي كان ليا شرف والله اني طلعت مع حضرتك في قناه النادي الاهلي. ومعلش اخد دقيقه بس من وقت حضرتك، حابب اشكر عيلتي كلها بلا استثناء، كلهم تعبوا معايا ومحدش قصر معايا جدا، وبشكرهم بامانه يعني، وبالاخص اسرتي ضحوا كتير قوي عشاني وجمع نفسهم كتير قوي عشاني، والدي ووالدتي واخواتي، فبشكرهم وبوعدهم ان شاء الله ان انا يعني اقدر حتى اعوضهم عن جزء من هم عملوه معايا
واحقق لهم يعني حلمهم باذن الله. ان شاء الله تحقق حلمهم باذن الله. ان شاء الله يعني ما كنتش اخر حلقه معاك كابتن اسامه، وانا سعيد اني كنت مع حضرتك. انا اسعد وشرفتنا ونورتنا يا كابتن علي. والحلقه الجايه برضو نفس الكلام، نستضيفك وانت هداف الدوري على سمير محمد وتبقى واحد من النجوم النادي الاهلي في الدرجه الاولى باذن الله. ان شاء الله باذن الله يا كابتن ما تكونش اخر حلقه ليا. وانا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وما شاء الله معانا النهارده كان يعني ثلاثة من نجوم فريق الشباب، ثلاثة فعلا يستحقوا الفرصة في الدرجة الأولى. قبل ما يعني ننهي حلقتنا أقول لحضراتكم تشكيل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول، ده رسمي خلاص. الكابتن حسام حسن مديرا فنيا، الكابتن إبراهيم حسن مدير المنتخب، كابتن طارق سليمان مدرب عام، الكابتن محمد عبد الواحد مدرب، كابتن سعفان الصغير مدرب حراس مرمى، مستر مانويل مدرب أحمال برازيلي، وليد بدر مدير إداري، كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري. ده تشكيل منتخبنا الوطني، كل التوفيق ليهم خلال الفترة القادمة. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، الأسبوع اللي جاي حلقة جديدة من الأشبال.